الكلام ده مش بس بينطبق على المواد الغذائية، لأ، على أي مستلزمات إحنا بنجيبها بتبقى مطلوب إنها تتجاب بالعملة الحرة. نقطة كمان مهمة تعرفوها، إن كل دولار يزيد في سعر برميل البترول تكلفته علينا كبيرة جدا، تكلفته علينا بالمليارات سنويا. ناس كتير قالت يعني انتوا موضوع الكهرباء، وانا بكلمكم بمنتهى الصراحة انا مش متعود اخبي عليكم حاجة، هو احنا عندنا محطات كهرباء تقدر تطلع كمية الكهرباء اللي احنا عايزينها وزيادة؟ اه طبعا، بزيادة قوي كمان. طب ما ايه الحكاية؟ احنا عاملين موازنة على ان احنا نقدر نوفر الغاز والبترول على رقم معين، يعني كانت الموازنة 65، مش كده يا دكتور؟ 65 دولار للبرميل. طب لما يبقى 70؟ طب لما يبقى 75؟ طب لما يبقى 80؟ طب دلوقتي لو 90؟ الأزمة اللي احنا بنتكلم عليها مش بنقول إنها أزمة وليها تأثير كده، لا، بنقول إن هي ليها انعكاس على أسعار كتير احنا من الحاجات اللي احنا بنجيبها. حد يقول لي طب ما احنا يعني بننتج غاز، ده من فضل ربنا إن احنا بننتج غاز، ده لو ما كانش عندنا إنتاج غاز احنا كانت المشكلة هتبقى كبيرة قوي. وأنا بكلمكم بكل صراحة، وبرضه هقول لكم تاني، طب انا لما اكون عامل موازنه على ان سعر برميل البترول يبقى 65 دولار، 70 دولار، حتى 80، طب لما يبقى 90؟ فانا بضطر ان انا، طب هل النهارده حسيته بفضل الله سبحانه وتعالى ان مثلا حجم العربيات اللي موجود في مصر، احنا بنتكلم في 10 مليون عربيه، 10 مليون عربية، مطلوب ان حضرتك او حضرتك تخش محطة الوقود تجد طلبك بنزين او غاز او سولار، تلاقي ده. احنا بنتكلم في دولة فيها 105 مليون، 105 مليون، وزي ما قلت في ضيوف 9 مليون. يا ترى احنا بفضل الله سبحانه وتعالى مستوعبينهم في مصر؟ آه، بفضل الله سبحانه وتعالى. طب إحنا يعني ربنا سبحانه وتعالى سترها علينا؟ أنا على المستوى الشخصي حاسس إن ربنا سترها علينا، فأرجو إن أنتوا تقبلوا يعني شرحي ده وحجتي دي في إن الظروف صعبة، وبشكركم جداً على يعني الصبر والتحمل، ونقول يا رب ان هو يعيننا كلنا ان شاء طبعا معانا بفضل الله. احنا ما بنعملش حاجه وحشه، احنا كمصر في سياستها وتعاملها بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم انا عايز اقول لكم على كل حال، يعني ده بيخلينا مطمنين ان احنا ما بنأذيش حد، بنحاول نكون عامل خير وايجابي في كل تعاملاتنا. لما يبقى في مشكله بنحاول نحلها بهدوء وبصبر وبطولة البال.